بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نتناول فيها أداء المنظمات المحلية والدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ الانقلاب. يشهد الوضع الحقوقي في اليمن تدهوراً مستمراً بسبب الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها اليمنيون أفراداً ومؤسسات، انتهاكات طالت كل شيء تقريباً في ظل عجز دولي وإقليمي عن حماية المتضررين أو وقف مسلسل الانتهاك الذي بات طقساً يومياً بالنسبة لكثير من اليمنيين، غير أن العبء الأخلاقي الأكبر تجاه هذا الوضع يقع على كاهل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. المنظمات المحلية التي تقلص وجودها بشكل كبير في اليمن منذ الانقلاب على الدولة في نهاية العام 2014، حيث تذكر التقارير المحلية أن الانقلابيين أغلقوا قرابة 18 منظمة حقوقية ضمن سياسة تكميم الأفواه المخالفة، في حين تتهم المنظمات الدولية من قبل البعض بأنها واقعة تحت تأثير لوبيات محلية وإقليمية منحازة للانقلابيين على حساب ضحايا هذه الانتهاكات. للنقاش حول أداء المنظمات المحلية والدولية بشأن الملف الحقوقي في اليمن سيكون معنا من السويد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات نبيل البيضاني، ومن جنيف أمين عام البيت القانوني محمد المسوري. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك سيد المسوري، هل تعتقد أن المنظمات الدولية والمحلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في اليمن تعمل بحيادية ونزاهة لصالح الضحايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شهر مبارك على الشعب اليمني العظيم الصابر والمناضل تحت العدوان والحصار الغاشم، واقول هذه بركاتكم، طبعا ما نعانيها الان هو بركاتكم التي حلت علينا منذ عام 2011. بركات من تقصد يعني؟ نعم، بركات من؟ بركات الذين خرجوا وبارك الربيع العبري، وبركات السيده فوق الكرمان. للأسف الشديد ما نحن فيه الآن من مخطط الربيع العربي، المخطط الصهيوني الأمريكي الذي دمر الأوطان العربية بكاملها. أتكلم بشفافية، فأرجو أن تترك لي مجال. طبعا هذه ما هي مش شفافية، يعني هو هجوم مباشر من أول سؤال، والسؤال كان واضح، هو هل تعتقد السؤال نعم نعم سيد محمد، أرجو أن يعني تظلك في السؤال. كما كان لك مقدمة كان لك مقدمة، دعيني أنا أتكلم بمقدمات بسيطة الله يحفظك. طيب أذكرك بالسؤال، هل تعمل المنظمات المحلية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بشكل نزيه ومحايد؟ طبعا لا تأخذي حدي في الكلام الله يبارك فيك، دعيني أتكلم. وأنت أيضا أرجو أن تلتزم بالأسئلة سيد محمد. طبعا كان لي مقدمة وكما لك مقدمة. عموما نعم، المنظمات للأسف الشديد، أولا أقول المنظمات للأسف الشديد الآن هناك صنفان من المنظمات، منظمات تقف مع العدوان السعودي الغاشم، ومنظمات تقف ضد العدوان السعودي. المعايير التي لاحظناها في أرض الواقع سواء في الداخل أو في الخارج، أن من تدافع عن العدوان السعودي تحاول بقدر الامكان ان تخفي حقائق كثيره جدا، من ضمنها ما حدث مؤخرا فيما يتعلق موضوع الاطفال ومنظمه الامم المتحده وبنك ايمون ومنظمات. سناتي سيد محمد المسوري، سناتي الى هذه التفاصيل، السؤال المشترك هذا نبني عليه النقاش فيما بعد، هل تعتقد بانها نعم ارجو فقط لان هذا السؤال طبيعته هكذا اجابه مختصره، سوف ندخل في كل التفاصيل التي تحدثت عنها. طيب الان انا قلت ان هناك صنفان من المنظمات، نعم، صنف يقف ضد العدوان وصنف يقف مع العدوان. نعم. المنظمات التي تقف مع العدوان لا تكشف جرائم العدوان السعودي على الاطلاق. نعم. بل تدافع عن النظام السعودي وجرائمه. والتي تقف ضد العدوان؟ نعم. اكمل جوابي لو سمحتي، والمنظمات التي تقف ضد العدوان تتكلم بشفافيه كامله وتكشف جرائم العدوان السعودي، وهو ما جعل الامم المتحده ومنظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه والفوضي الساميه تكشف هذه الجرائم. إلا أن نعم نعم نعم، إذا أنت أيضا إذا نستطيع أن نفهم من إجابتك بأنه أيضا حتى المنظمات الدولية مصنفة هذا التصنيف مع العدوان وضد العدوان، يعني تصنيف سياسي كما فهمت أنا من إجابتك أنت. قال الآن سأعود إليك سيد محمد. لا
سأعود ستوضح إجابتك في سياق النقاش. سيد نبيل البيضاني، ماذا عنك؟ يعني هل تعتقد بأن المنظمات المحلية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان تعمل بنزاهة وحياد؟ طيب، السلام عليكم. جمعة مباركة وشهر كريم على الجميع، وأيضا على الأخوة في الاستديو. وأسأل الله أن يفرج على أخوتنا في اليمن جميعا، وأن يخرجنا من هذه الأزمة إلى خير. طبعا أنا حقيقة أريد أن نستهل الموضوع بشكل سريع لأخي محمد. أتمنى أن ألا ندخل في مسألة سياق استعراضي، أنه هناك مع الوطن وهناك ضده وهناك خائنين وهناك شرفاء، لأن هذا الموضوع سيفتح كثير من اللفات السابقة إذا تحدثنا خصوصا عن الثورة الشبابية والشباب الساحات. نعم نعم، نجعل نقاشنا حقوقي بدرجة رئيسية. أنا سأتحدث هنا عن طبعا ما يتحدث الآن ليست تقسيمات حقيقة، هي واحدة من الأخطاء أن نقسم التقسيمات، أنها مع السعودية والتحالف مع العدوان، كل هذه المسميات ليس لها معنى، هذه سياسية. أرجو أن لا تنقر للرد على حديثه الآن، أتمنى أن ترد على السؤال. هذا مهم جدا، لأننا نتكلم بطريقة عامة للجماهير. الجماهير يجب أن تفهم أن حقهم ليس له دخل لا في العدوان ولا في الحوثيين ولا في الإصلاح ولا مؤتمر ولا السعودية والتحالف والدول الكبرى. حق المواطن هو حق الحقوق الإنسانية. هذا إنسان، لو أي شخص كان موجود في اليمن سيسجل بأن هنالك عملية انتهاك. يجب أن نتحدث على الانتهاكات الحاصلة في اليمن. أنا أعتقد بأن أغلب المؤسسات الدولية هي نحت نفس المنحى الذي يتحدث فيه الأخ محمد المسوري، بأنها إما قضية مع السعودية أو ضدها. دولة عظمى كبيرة الآن دخلت في حرب، فمن الطبيعي تجد المتعاطفين أو الباحثين عن الارتزاق منها أنهم يماهدوا معها، وأيضا ستجد من الناس الذي يريد أن يرتزقوا منها بطريقة مختلفة أن يكونوا ضدها. هنالك عملية سياسية وهنالك أيضا عملية استغلال ومنفعية. ما يتحدث فيه الآن حقيقة حتى اللحظة لا يتحدث أبدا أي شخص عن الأرقام. الأرقام هي التي ستثبت تماما، والأرض والواقع أمام المشاهد اليمني وأمام الناقدين على الأرض هي التي ستثبت من الآن من حتى اللحظة يقوم بعملية الانتهاك الدائم على الأرض. للأسف نعم نعم سيد نبيل، لا أرجو لا تسهب في الإجابة على هذا السؤال، لأنه بطبيعته أيضا هكذا مختصر. سوف ندخل في التفاصيل التي ذكرتموها، ويبدو أنكما أيضا إلى حد كبير توافقتما في الإجابة بأنه فعلا تم تصنيف أو تصنيف المنظمات المحلية والدولية إلى مع وضد السعودية، وهذا أيضا تصنيف سياسي سوف نناقشه في سياق حلقتنا. أشكركما ضيفي الكريمين على هذه الإجابات التي سوف نبني عليها نقاشنا. نذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك. بكم من جديد، وبالعودة إليك سيد المسوري، ألا تعتقد بأن انتهاك سيادة الدولة والانقلاب على النظام السياسي للبلد وكل المكتسبات الوطنية وبالذات المكتسبات الحقوقية هي جريمة وأم الجرائم؟ أليس حري أن تكون هذه في مقدمة الجرائم التي يجب رصدها والحديث عنها، وهي التي ترتبت عليها كل الجرائم التالية بطبيعة الحال؟ طبعا أولا أنا لم أسمع الأستاذ نبيل، لأن الصوت ضعيف جدا جدا. أرجو معالجة المشكلة شباب، ما أنت تقول لي مجال أنا أتكلم أو أنت رأي التواصل معي، لأنه إذا تكلمت بأي كلام لا يعجبك أو لا يعجب إدارة البنات تقطعي عني الكلام. نحن أنت ضيفنا الآن لتتحدث سيد محمد المسوري، لكن أرجو أيضا أن تلتزم بالمحاور حتى لا تشتت النقاش. لا تقولي لي ألتزم بالمحاور، أنا أجيب على قدر السؤال، وبالتالي لا. نعم أتمنى أن تكون كذلك. أنا أتكلم الآن أجيب على سؤالك. إذا كنت تعتبري ما حدث في 21 سبتمبر انقلاب، ما حدث في 2011 هو انقلاب. الآن الشعب اليمني خرج في 21 سبتمبر وأسقط نظام الإخوان المسلمين وأسقط نظام هادي، خروج شعبي، وأنا ممن خرج إلى الشارع وخرجنا وأسقطنا هذا النظام الذي عاش في الأرض فسادا لمدة 3 أعوام من 2011 حتى عام 2014. وبالتالي لا تسمي هذا انقلاب وتسمي 2011 ثورة، إما أن كلاهما انقلاب أو أن كلاهما ثورة، ولكن خيار وللمشاهد الخيار. الشعب اليمني صبر، ثم هيكلة الجيش واللجان والأمن، تم تدمير البنية التحتية لليمن، تم الاستيلاء على مصالح الدولة، تم أخوانة أجهزة الدولة، البلد دمر تدمير كامل، استنزفت كل مقدراتها، وكانت البلد إلى حافة الهاوية. لولا
ما حدث في 2014 في 21 سبتمبر كما حدث في مصر في ثورة يونيو لكانت البنات دمرت أكثر. هؤلاء ذهبوا واستعانوا بالنظام السعودي وحلفائهم لتدمير الوطن وجاءوا بالطائرات وبالسفن الحربية. ماذا جنوا؟ ماذا جنوا إلى اليوم؟ طيب سيد محمد طيب سيد محمد طيب في نفس النقاش. اولا سيد محمد، يعني بالنسبه لانقلاب ولا انقلاب، هذا موضوع لا تقرره انت ولا اقرره انا، هي تقرره منظمات الامم المتحده وهي المنظمه الاكبر في العالم، هي تقرر اذا كان هذا انقلاب او لا. نعم 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 سيد محمد، في سياق حديثك، ماذا حققت هذه الثوره التي تتحدث عنها؟ هذا ليس حوار. نعم. الآن البلد لأجل إعادة هادي وحكومته دمرت الوطن، دمر الوطن بأكمله. الآن البلد على يعني شضى تكفينه إلى عدة مناطق. الإرهاب سيطر على اليمن، في القاعدة وداعش سيطرت على عدة محافظات. الآن أصبحت اليمن في مهب الريح. لأجل ماذا؟ لأجل الكرسي؟ لأجل أن يعود الإخوان المسلمين؟ نعم. هذه كارثة. وأنتم الآن تقولوا لي انقلاب، ماذا تسمينه الآن؟ هل تسمونه عدوان؟ أنا أعلم يقينا أن لا يمكن أن تصف ما يحدث الآن في اليمن عدوان. تسمونه تدخل، تسمونه عادة شرعية. نعم. تسمونه الروافض والمجوس، كلها أكاذيب. من الضحية؟ الشعب. أكثر من 10,000 شهيد إلى اليوم، أكثر من 25,000 جريح. وماذا جرينا؟ أولئك في الرياض وأولئك وأنتم في تركيا وأنت في جنيف. طيب أستاذ نبيل البيضاني، أنا وصلت إلى جنيف قبل 5 أيام وسأعود. نعم. سأعود إلى الوطن ونحن مشردون مثل آلاف المشردين بعد الثورة العظيمة التي تحدثت عنها، التي شردت آلاف اليمنيين. سيد نبيل البيضاني، هذا التلاعب في الألفاظ من بعض الحقوقيين الذين يعتبرون أنفسهم محايدين، أو خلنا نقول هذا التوصيف، يعني إذا خففنا العبارة، ألا تعتقد بأنه يصب في خدمة الإنقلابيين بدرجة رئيسية سيد نبيل البيضاني؟ حقيقة أتمنى أن يسمح لي بالرد، ما لم لن نستطيع مطلقا أن نصمت على هذه الأشياء التي تحدث فيها. أكيد سيسمح لك، نحن ندير النقاش، ويعني عندما تنهي من كلامك سأنتقل إليه، سيسمح لكما الاثنين كامل الوقت. طيب الأخي محمد المسوري طبعا معروف عنه هذه الاستعراضية ومحاولة تخوين الآخرين، وأنه هناك هذا الاستعراض الدائم موجود حتى في داخل قاعات الأمم المتحدة، يظن أن العالم يفهم هذه اللغة. إن كانت لديك لغة حقائق أخي محمد فتحدث فيها وأهلا وسهلا، إن لم يكن فأتمنى عدم تجييش المشاعر بهذا، لأنه كثير من الأشياء التي تحدث فيها غير صحيحة. مثلا في 2011 عندما خرج شباب بلا أسلحة وبلا شيء، خرجوا للساحات، لم ينقلبوا، طالبوا مطالبات واضحة، وكان زعيمك الذي وقفت معه ووقفت في كمحامي له عند مقتل الشباب في الساحات في جمعة الكرامة، في جمعة الكرامة، أنت الوحيد الذي من المحامين الذي واقف معه حتى اللحظة. يعني الآن أنت لا تنظر إلى هذه الدموية وتصمت تماما، وكأنه ما أنتج عن 2011 هي عدة أشياء، منها العملية السياسية التي كنت أنت مشارك فيها في فندق الموفنبيك، وكنت وحزبك موجودين فيها. يعني هذا الازدواج الذي يتحدث فيها المؤتمرين دائما يتحدثوا عن هذه المغالطات والادعاءات، يجب أن تتوقف فيها تماما. في 2014 ما حصل أنه هنالك انقلاب عسكري، مجموعة من الأطفال لديهم أسلحة مع تنسيقات من حزبك المؤتمر الشعب العام، وأيضا بدعم من زعيمك علي عبد الله صالح الذي تقول عنه زعيم وهو في نظرنا مخلوع، هو من قام بعملية محددة وهي الدخول صنعاء وإسقاط النظام. ومع ذلك وقفت السعودية ووقف العالم كله. أنت تذهب الآن وهنالك قرار للأمم المتحدة 2216 بتسليم البلد وإعادة هذا ليس قرارنا فقط، العالم كله ينظر أنهم الحوثيين وأنتم أخطأتهم في هذا الانقلاب. سأعود لسؤالك عن مسألة استخدام الحقوقيين وتحولهم للعملية السياسية، هذا الذي يجرى الآن. الآن هو بدل ما نتحدث عن الحقوق والحريات والنناضل من أجلها، نتحدث فيها عن الواقع السياسي، ويبدأ كل واحد يشحن الآخرين ويتهم الآخرين. الواقع في اليمن فعلا كما يقول هو ويستخدمها الآن، يحتاج إلى ناس يتحدثوا عن أزمات الخلق، يتحدثوا أيضا عن إيقاف هذا الانقلاب الذي هو الذي تسبب فيما وصلوا إليه. 2011 لم يتسبب بهذا الجوع، لم تتسبب بهذه الكارثة. 2014 و2015 عندما حكم
طفل صغير من داخل كهف داخل صعدة وصل حالنا إلى ما نحن عليه. إذا كنت تتكلم عن مسألة الإخوان المسلمين وأخوانة الدولة، الآن عندنا تهشيم الدولة وتهميشها. ما حصل الآن نجد الآن كل الهاشمية السياسية تظهر تماما في اليمن وتظهر في مناصب حتى لا يوجد لديهم أي معرفة أو مقدرة. البلد كلها تحطمت نتيجة استخدام الحقوقيين للسياسة. ما نراه الآن هي عملية استعراضية لا أقبلها مطلقا من أخي محمد المسوري. عليك أن تفهم بأنه أنت تقف أمام مع ظالمين، مع منتهكين، مع قتلة، ولست حقوقي مطلقا. نعم سيد نبيل، سيد نبيل، يعني إذا ما تحدثنا عن ليس فقط عن سيد محمد المسوري، لكن أيضا هناك حقوقيين ربما لغتهم أهدأ كثيرا من لغة السيد محمد، وهم يتحدثون باعتبارهم محايدين وموجودين الآن في الداخل وحتى بعض المنظمات في الخارج، تستخدم مصطلحات ومفردات وتسميات يراها كثير من المراقبين بأنها تصب في مصلحة الانقلاب. عدم تسمية الأشياء بمسمياتها هي تخدم الانقلاب وتضعه في سلة واحدة مع السلطة الشرعية، وهذا يخفف يعني الوطأة على الانقلاب وجرائمه ويجعلهم في محك مغسلة وتبييض لجرائم الانقلاب. بلا نقاش هذا ما يجرى الآن على الأرض. يعني للأسف كثير من الحقوقيين، يعني أنا حقيقة أنا يعني أقدر الأخ محمد المسوري كثيرا، يعني هو صريح ويتحدث بكل استعراضية، هذا شيء جيد. إنما الآخرين هم حقيقة أقرب إلى الحرباء، محاولة إغلاق وتبييض الصفحة، محاولة مسح الدماء، هذه أيضا وصلت كثير من المنظمات الموجودة الآن والعاملة في اليمن بأنها تعمل مع النفوذ الدولي. في حقيقة النفوذ الدولي يبحث عن 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 دعونا نقول منفعة واضحة من السعودية. السعودية دولة كبيرة جدا ولديها مقدرة عالمية وهي جزء من النظام عالمي جدا قوي، وحقيقة هذه التوازنات التي تلعبها الآن الأمم والدول في العالم هو هذه يجعل الآن الحقوقيين على الأرض يتجهوا إلى أحد الاتجاهات، إما مع السعودية وإما ضدها. ما يفعله الآن لا أعتقد مطلقا بأن الحوثيين أو حتى المؤتمرين ليس لديهم هذه الإمكانيات للعمل مع المنظومات الدولية، لكن لديهم مقدرة للعمل اعتذروني لهذه الكلمة كمرتزقة، يستطيعوا أنهم يكتبوا التقارير الذي يبحث عنها. نعم نحن نحاول نبتعد عن هذه الألفاظ سيد نبيل البيضاني، ودعني أنتقل من جديد إلى السيد محمد المسوري. أنت الآن سيد محمد موجود في جنيف كما أشرت لي، مهمة مؤقتة غالبا هي مهمة حقوقية، أنت تتحدث الآن بمنطق سياسي بحت حسب ما سمعنا منذ بداية حديثك في بداية الحلقة. أي منطق تسوقه أنت الآن في المنظمات الدولية في الخارج؟ أي حديث تذكر عن جرائم وضحايا الميليشيا في الداخل إلى جانب ما سردته من أرقام عن جرائم التحالف العربي؟ هل يمكن أن تسرد لنا ضحايا الميليشيا في تعز وفي عدن وفي الضرع في المحافظات الأخرى؟ أولا أعيد هذه المرة الثالثة أنني لم أسمع كلام الأستاذ نبيل على الإطلاق. ثانيا ما ذكرت عن جمعة كلامة وعن الرئيس علي عبد الله صالح، أنا محامي الضحايا جامع دار الرئاسة ومثل الرئيس علي عبد الله صالح، هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الإخوان المسلمين وهم ذاتهم الذين ارتكبوا جمعة الكرامة والشهداء السبعين والعرضي وغيرها من الجرائم التي أنا محامي فيها وأفتخر بأنني محامي فيها، وكنت محامي لأهالي الحارة الذين زج بهم ظلما في قضية جمعة الكرامة، والجناة معروفين معرفة كاملة. وكنت أتمنى أن يكون صوت الأخ نبيل واضح لكي أستطيع أن أرد عليه، لكن للأسف الشديد حرصتم على أن يكون صوته بعيد عني. نحن لم نحرص، ولنؤكد لك ذلك يمكنني أن ألخص لك ما جاء على لسان السيد نبيل البيضاني كان يتحدث. يمكن أن ثانيا كان كلامك جارح. سيد محمد أنا أحاول أن ألخص لك ما قاله السيد نبيل، تفضل يا أستاذة. ثانيا أرجو أن تديري الحوار إدارة محايدة دون أن تجرحي في الضيف، تقولي لا تنجر وراءه، عيب هذا الكلام يا أستاذة، أنت مذيعة ويجب أن تلتزمي باحترام الضيوف وتقولين أنني سياسي. أنا أتكلم كمحامي وكحقوقي أنا هنا في نعم سياسي. أنا قلت العبارة لكما الاثنين، استخدمت عبارة معكم الاثنين، لا نريد أن ندخل في نقاشات جانبية سيد محمد المسوري، ولسنا هنا في صدد الاستعراضات. سيد محمد نعنا يعني نركز في نقاشنا الحقوقي البحت. لا تضطريني أن أغلق التلفون، لا تجعليني برواز جميل وصورة قبيحة، أرجوك أن تدعيني أتكلم بما لدي، عجبتي أو لم تعجبك دعيني أتكلم. نعم. أو ننهي للطار، أنا أشارك معك بما لدي،
بفكري. نعم تفضل تفضل سيد محمد. لا تجعليني اتكلم بما تريدين انت او يريدنا به. انا اتكلم الان من واقع بلد، انا جئت من اليمن، وصلت الى جنيف قبل 5 ايام، لست مهاجرا ولا مغادرا ولا مطرودا من بلدي وتعود اليها رافعا راسي. لانني احب هذا الوطن وساظل فيه حتى لو اعتقلت او قتلت او حبست فيه. لكن للاسف الشديد انكم الان تريدون ضيف ان يتحدث كما تريدون. طيب يا سيد محمد، انت الان تضيع نص الوقت وانت يعني تستعرض عبارات لا علاقه لها بالسؤال. سيد محمد انا اسالك سؤال، انت جئت من اليمن وانت حر وشريف وانت مستعد ان تدخل المعتقلات على ان تغادر البلد، هل يمكن ان تقول لنا وتصف لنا ما هي الارقام وما هي الاحصائيات التي تستعرضها انت الان في جنيف حول ضحايا الميليشيا في الداخل؟ انت السبب الان. نحن لا ننكر أن هناك ضحايا مما يحدث من اقتتال داخلي مما يقوم به الجيش اليمني واللجان الشعبية في مواجهة الجماعات الإرهابية وما يسمى بالمقاومة الشعبية. نعم. التي تريد أن تخرج الجيش من المدن وتسيطر عليها. نحن نتكلم أيضا وهو الأساس عن عدوان خارجي. إذا أردنا أن نتكلم من أنتم لتقرر أن هناك أساس وفرعي؟ هناك ضحايا، عندما تحدث عن ضحايا، عندما تحدث عن دماء، عندما تحدث عن أشلاء، يكون الضحية هو الأساس في كل النقاشات. يعني أرجو، أنا سألتك عن الإحصائيات التي تحملها عن جرائم الميليشيا في الداخل، هل يمكن أن ترد على هذا السؤال؟ أنا أتكلم كمواطن يمني. المشكلة أنكم تكيدون بمثالي في 2011 عندما تحركت ميليشيات أقولها صراحة ميليشياتهم في أرحب وحاولت أن تقتحم عسكر الصلاة، ماذا تسمونها؟ عندما قامت ميليشياتكم العسكرية في كل مكان في المحافظات في 2011 في الحصبة في كل مكان، ماذا تسمونها؟ اليوم الجيش عندما يتصدى لهذه الميليشيات تسمونه انقلاب، تسمونه جرائم. الجيش جيش الوطن، لم يكن جيش الجيش. هل يحق لجيش الوطن ان يرتكب جرائم ضد الانسانيه؟ يا سيدي هل يحق للجيش الوطني على افتراض بانه جيش وطني؟ نعم على افتراض انه جيش وطني، هل يحق له بارتكاب جرائم ضد الانسانيه؟ لا يحق لك في كل كلمه ان اتكلم ان ترد عليها. طب ما نحن نسألك سؤال تقصدنا 2011، يعني نحن نتكلم الان عن جرائم الان في هذه اللحظات، الدم يسيل في تعز سيد محمد. إذا كنتم تريدون من الجيش أن يسلم الجيش الوطني أن يسلم المحافظات وكل المدن لهذه الميليشيات التي زرعتموها والتي يدعمها النظام السعودي، فهذا ما يرفضه الشعب اليمني. أي جيش وطني؟ أن نسلم مستحيل جيش يمني. نعم أي جيش وطني؟ جيش وطني الذي يتبع أي دولة؟ هذا الجيش الوطني يتبع دولة صعدة؟ الجيش اليمن أليست اليمن جمهورية تابعة ضمن المجتمع الدولي معترف بها؟ أي جيش يعترف، أي لجان شعبية يعترف بها العالم؟ الحوار بيني وبينك أم بيني وبين الأستاذ نبيل؟ ماذا تريد يا أستاذة؟ دعيني أتكلم أو أغلق. سيد محمد، أنت أنا أضعك في سياق حقوقي تنتقل إلى سياق سياسي، أحاول أن أساعدك، أنا كإدارة للنقاش أحاول أن أساعدك، أسحبك من السياق السياسي الذي أنت غارقا فيه إلى السياق الحقوقي. إذن غادرنا سيد محمد المسوري. نعم سيد نبيل البيضاني، كما لاحظت وكما لاحظوا الإخوة المشاهدين الأعزاء المشاهدين بأننا كلما حاولنا نسحب ضيفنا إلى سياق حقوقي يعود بنا إلى توصيفات وسرد سياسي لا علاقة له لا بالموضوع ولا علاقة له بالجرائم الحادثة. الآن سيد نبيل البيضاني، يعني برأيك ما يحدث الآن، يعني هذا وجود شخص مثل الحقوقي أو القانوني محمد المسوري في جنيف وهو يتحدث بهذا النفس السياسي البحت، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر فعلا على الملف الحقوقي الإنساني في اليمن؟ بصدق وأمانة نعتقد كل ما يتحدث فيه الآن أخي محمد المسوري لن يفيد مطلقا القضية. ما يتحدث فيه الآن هو جو من الاستعراضات التي تعود عليها داخل المؤتمر الشعب العام، واستعراضات يرضي فيها علي عبد الله صالح وغرور بعض الانتهازيين بجانبه. هذه حقيقة لا تنطلي مطلقا على هذا، وهذا الحوار يعني وهذه الطريقة والسلوك والمسلك في الحديث لن يفيده مطلقا في جنيف. لكني أسائل أي شخص الآن، من يستطيع، نحن الآن كناشطين موجودين في أوروبا ولدينا مؤسسات لا نقوى على الجلوس في جنيف لهذا الوقت الطويل، كيف يستطيع شخص مثل هذا يذهب ويأخذ هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا؟
هذا المال الذي يدفع له بأي صفة بأي طريقة. حتى الممثلين للحكومة اليمنية لا يستطيعوا أن يظلوا في جنيف لفترة طويلة نتيجة التكلفة المالية الباهظة هو جدا. هو قال بأنه موجود هناك منذ 5 أيام فقط. أنا هذا الذي بعض التساؤلات جدا من أتمنى أن فقط يعني تكون في الحسبان لأي شخص. أنا أتمنى فقط أيضا أن أطرح قانون أو دعونا نضع شيء في رأس هذا المشاهد الذي في 2011 أخرجت الثورة أنبل شبابها في اليمن وكان نتاجها عملية سياسية راقية أخرج إليها اتفاق وطني وأخرج لدينا أيضا مجموعة من الناشطين مجموعة من القوى الجديدة المدنية الموجودة وهذا شيء جيد. من 2014 أخرجت لنا همجية متمثلة أيضا في العقلية الحوثية ومتمثلة أيضا في عقلية البربرية والطائفية الذي نسمحها ولا نستطيع مطلقا حتى التحاور معها. يعني فليقول لي الجميع كيف يمكن أن نتحاور مع هؤلاء. نعم سيد دبي هو ليس موضوعنا على أي حال. يعني برغم أنه يبدو أننا ذهبنا باتجاه حديث بعيد قليلا عن موضوعنا هو كان موضوعنا عن أداء المنظمات المحلية والدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. دعنا سيد نبيل بيضان نستعرض يعني سريعا الواجهات للصفحات ومواقع المنظمات الدولية في اليمن لنقيس بعدها ونقيم كيف يمكن يكون هذا كيف يمكن أن نبني عليه مواقف. هذه هي صفحة منظمة العفو Human Rights Watch في الواجهة إعادة إدراك التحالف بقيادة السعودية اليمن يجب تناول جرائم الحرب في محادثات السلام. التحالف بقيادة السعودية يقصف سوق في اليمن. حرب اليمن يجب حظر بيع الأسلحة للسعودية. يجب إخلاء سبيل أسرى الأطفال. يجب تعليق شراء الأسلحة للسعودية. وهذا هو موقع منظمة العفو الدولية. نعم منظمة العفو الدولية وهذه الواجهات الصفحة. إذن عار على الأمم المتحدة أن تسترضي الائتلاف الذي تتزعمه السعودية بشأن قضية قتل أطفال حول القنابل العنقودية في اليمن. وهذه أيضا وثيقة لمفوضية السامية لحقوق الإنسان تتخاطب فيها مع ممثل الميليشيا في صنعاء باعتباره السلطة وتطلب منه توفير المراجع الحقوقية لعرضها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. سيد نبيل البيضاني من خلال هذا الاستعراض السريع لواجهات مواقع المنظمات الدولية وهذه هي نماذج فقط لأبرز وأكبر منظمات دولية الحديث تقريبا في هذه المواقع معظمه حول السعودية وحرب السعودية على اليمن. هذه طبعا التلخيصات هي تم أخذها اليوم من الصفحات وكأن الحديث عن السعودية هو الحالة الأساسية لا حديث عن تعز وعن ضحايا تعز الذي دماؤهم تسيل حتى هذه اللحظة. كيف تقيم علما طبعا سيد نبيل بأننا لازلنا نحاول الاتصال بالسيد محمد المسوري علّه يستجيب ويعود للنقاش. حقيقة يعني كما قلنا سابقا أن النفوذ الدولي يستخدم المنظمات الدولية كهيومن رايتس ووتش كالمنظمة العفو الدولية كالمنظمات جميعها حتى المفوضية العامة المفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بجميع أبعاده يحاول قدر المستطاع استخدامه في عملية سياسية ونفوذ دولي. الحقيقة أنا لا أريد أن أظهر بمظهر بأني أقف مع السعودية أو أقف مع غيرها. أنا أتحدث الآن السعودية دولة كبيرة لديها مصالح محددة في المنطقة لديها مقدرة ولا يستطيع أي شخص أنه يقوم يحامي عليها أو يقوم يفعل. يعني أتمنى أن يتجه الجميع إلى ذكر المضطهدين أصحاب الضحايا الموجودين الآن في تعز وفي أيضا حتى في المناطق التي قصبت في اليمن. حكاية أنه وضع تأثير فقط أو وضع رؤوسنا جميعا في مسألة السعودية ومسألة الضرب أو الغارات الدولية هذه ستجعل أي شخص يعني ستجعل الجميع يكسب أمام السعودية. هذا لما يحصل الآن دوليا المنظمات الدولية الآن التي تعمل مع المنظومة الأمم المتحدة هي التي تساعد الآن في ابتزاز السعودية أكثر. يعني لم نسمع هذا مطلقا إلا في هذه الأوقات. يعني الآن في سيلاحظ الجميع أن هناك وأنا سأتحدث سياسة هنا قليل أن هناك في زيارة قادمة لولي العهد السعودي إلى أمريكا
في يوم 16 و17. هذه الزيارات أنا متأكد أنه بعدها المنظمات الدولية ستغير لهجتها. بالنسبة للناحية بان كي مون وفريقه العامل، بان كي مون يمكن توصيفه تماما بأنه عبده الجندي التابع لأمريكا، يعني حقيقة ممكن أن يفعل أي كيف شيء. كيف تفسر سيد نبيل، كيف تفسر هذا التجاهل لمنظمات، يعني سنأتي المنظمات المحلية، يعني منظمات دولية بهذا الحجم تتجاهل جرائم يومية ومنهجة لمدنيين مثل ما يحدث في تعز، كيف تفسره؟ هذا التفسير الأهم بأنها جزء من المنظومة الدولية التي لا تستطيع مطلقا أن تنظر للضحايا. هذه العملية تذكرنا بالمنظومات نفسها في أيام التسعينات عندما كنا نجد التجاوزات، والثمانينات أيام نجد ما كنا نرى التجاوزات الإسرائيلية. لم يدلل المجتمع الدولي منظومة مثل إسرائيل مثل ما يدلل الآن الحوثيين. هو يحاول قدر المستطاع أن يستفيد قدر الإمكان من استنزاف السعوديين، والسعوديين حقيقة حتى اللحظة يعني جانبهم الإنساني أو سجلهم الحقوق الإنسان ليس بهذه القوة حتى يستطيعوا أن يدخلوا في هذه الحملات الدولية. نحن نرى الآن، نحن عايشين في الغرب، هنالك جزء من خلونا نقول من الإيقاع الإعلامي. يوم الأيام يطلع الإيقاع الإعلامي قوي جدا ضد السعوديين، اليوم الآخر ترتفع المنظومات الحقوقية، اليوم الثالث ترتفع المنظمات ودعونا نقول المسألة السياسية. هذه الألعاب الذي يقوم فيها الغرب، هنالك إرادة حقيقية لتطويع السعودية نتيجة تدخلها في اليمن، لأنها تدخلت في اليمن حقيقة، تدخلت في اليمن بمنظور لم يكن حقيقة إلا للحفاظ على مصالحها. أنا أؤمن تماما بأن هنالك مشكلة، يعني القصف الذي قامت فيه السعودية لا يستطيع مطلقا أحد أن يبرئها، بل يجب أن يأخذ مجراه ويجب أن. لكن لماذا يسكت العالم الآن عن الضحايا في مثلا في تعز؟ لماذا يسكت العالم في تعز؟ نعم، دعني أحاول أن يعني أتقمص دور الطرف الآخر، لأن سمعنا تبريراتهم خلال الفترة الماضية. تم طرح مبررات من قبيل بأنه تعز فيها أطراف صراع داخل المدينة، وأنه من الصعب عمل تحقيقات سريعة للخروج بنتائج حول الضحايا المدنيين، وأن هذه التحقيقات بحاجة إلى إجراءات معمقة كما جاء في تصريحات إحدى المنظمات الناشطة في البلد، وبحاجة إلى لجنة دولية. يعني هل ترى بأن هذه المبررات مقنعة؟ هي كان المقصود، أنتم لو لاحظتم حتى منظمة العفو الدولية عندما وصلت إلى صنعاء ودخلت في الفندق وجلست وكتبت تقريرها وهي في فندق 5 نجوم تمام، مع مجموعة ناشطين، مجموعة من الناشطين حقيقة المنفعيين الذين يبحثوا فقط عن الإضاءات ويبحثوا عن المال، فأصدر ذلك التقرير الذي يدين التحالف. يعني سؤالي الآن، التحالف عندما كان يقصف المرتزقة الذين يقتلون في عدن أو في تعز، هل كان مخطئ؟ التحالف الذي كان يقصف المعسكرات الذي كانت تدمر داخل مأرب أو كانت تحاول أن تقصف داخل عمران، هل كان مخطئ؟ نحن نعرف أن هنالك تجاوزات للتحالف، لكن لا ينبغي مطلقا أن ننسى بأن هنالك مادة ضخمة الآن لحقوق الإنسان، هنالك ضحايا حقيقيين في المناطق. الآن عدن آمنة، لماذا لا تصل إليها Human Rights Watch؟ لماذا لا تصل إليها منظمة العفو الدولية؟ لماذا لا يوصل إليها؟ نعم، هناك بعض التقارير. نعم، هناك بعض التقارير سيد نبيل البيضاني، ولا زلت أحاول أن أتحدث باسم الطرف الآخر. هناك بعض التقارير ظهرت بين وقت وآخر حول المختطفين في البلد، ظهرت بعض التقارير حول بعض الانتهاكات لجماعة الحوثي في بعض المناطق، ويعني بعض المنظمات الناشطة تعمل في هذا الاتجاه، تحاول أن ترصد وترفع تقارير، منها تقارير ليسوا هنا، تقرير الأخير صدر عن مواطنة يتحدث أيضا عن مختطفين الميليشيا أو جماعة الحوثي. يعني هذا التقرير قد تفندناه في مرات في كثير من اللقاءات مع الإخوة في مواطنة، يعني ما هذا ليس تقرير، هذا لعبة وضحك على الناس، هي محاولة وضع عدو غير موجود. يعني تم ليس هنا، ما معناه؟ ما أنا لا أفهمه مطلقا، لكن عندما يتكلم على الغارات كان يتكلم، بل حتى في موقعهم الآن ستجد أن الترجمة فقط لملف الغارات مطلقا، لتقرير الغارات هو الموجود الآن على موقعهم بالإنجليزية، بينما التقرير الآخر غير موجود.
هذه حقيقة دعونا نتسائلهم أكثر. أنا لا أتمنى أتحدث عن مواطنة فقط، أنا أتمنى أتحدث عن مسلك الحقوق اليمني. الحقوق اليمني ما زال يعمل مع أصحاب الصراع، ما زال يعتقد بأنه يعني دعونا نقول أنه قطعة شطرنج في أيدي الآخرين مطلقا. الحقوق يجب أن نتحدث عن حقوق حتى ولو أغضب، لكنه الحق يجب أن يقال. لا يجب مطلقا أي شخص أقام أو قتل أو أقام أي دعونا نقول أي انتهاك لحقوق الإنسان أن يمر. يجب أن نكون جميعنا واقفين ضده ولو حتى مستقبلا. ما حصل مثلا، سأضع هنا أمثلة، ما حصل هنا في أوروبا حتى بعد الحرب العالمية الثانية، حكم ناس بعد أكثر من 30 و40 سنة. لا يستطيع مطلقا إنسان أن يطمس حقوق الآخرين، لكن استخدامها الاستخدام السياسي والاستعراض والبهرجة والمجموعة الانتهازيين الذين يظهرون بتقارير غير منصفة وغير حقيقية هي هذه المصيبة. نعم سيد نبيل، وربما ونحن نحاول الآن لا نسيء لضيفنا، خاصة أنه الآن غير موجود. هو تحدث بنفسه وعن نفسه، تحدث بلغة سياسية بحتة، تحدث بخطاب أحادي، وهو الآن موجود في جنيف للحديث ضد السعودية كما أشار وكما نعرف. مع وجود هؤلاء الناشطين في جنيف، بالمقابل ما هو المطلوب، ما هي الجهود المطلوبة الآن من الحكومة الشرعية ومن الناشطين الذين يقفون مع الضحايا، كل الضحايا في البلد؟ ما هو الدور الذي عليهم أن يقوموا به لإعادة الاعتبار للملف الحقوقي في البلد، خاصة في فعاليات كبيرة مثل مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟ سيستغرب البعض من كلامي، أنا أتمنى ألا تتدخل الحكومة اليمنية مطلقا في ملف الحقوق، وإن استطاعت أن تقوم بشيء واحد فقط، أن توصل أصحاب القيم والمبادئ الذي لديهم تقارير حقيقية إلى منظمات الأمم المتحدة. أما أن تدخلهم حقيقة لا ينتج إلا عملية أيضا سياسية. للأسف نحن نحاول قدر المستطاع أن ننتهج منهج، خلونا نقول لا نقول محايد، لأنه لا يوجد عملية محايد أمام، لكن هي حكومة شرعية، كل الحكومات في كل البلدان هي التي هي المعنية بتقديم ملفات حقوق الإنسان. سيد نبيل، لا، هذا غير صحيح وغير وارد. في المجتمعات الحرة لا يوجد هنالك الحكومة هي تخرج تقرير لمنظمات حقوق الإنسان. نعم. التقارير تخرج عن طريق منظمات خارجية مستقلة تماما، هي التي تعمل بهذا الموضوع ويتم دعمها عن طريق الحكومة. إذا كان لدينا تقارير الآن تتحدث في اليمن، لا يستطيع مطلقا أحد أن يصمت على مسألة ما حصل مثلا في الغارات الاتحالة، لا يستطيع مطلقا أي شخص. نعم. أن ينكر ما حصل لاستخدام الأطفال، ما جرى الآن هي هذه العملية الغير إنسانية. الآن تم تجريم التحالف وهو دول تمام بأنه استخدم أطفال، بينما نحن نرى المشاهد الآن على التلفزيون ونعرف أصدقائنا وأصحابنا بأنه استخدام الأطفال جاء من الحوثيين والإنقلابيين والمؤتمرين. التساؤل الأهم الآن، يعني لماذا هذا، يعني أقمنا الآن عملية ليست ازدواجية، إنما هناك عملية تدليس دولي للحقائق في اليمن. يعني كان على الأقل لو استطاعوا أن يظهروا بأي تقرير آخر غير حكاية استخدام الأطفال أو قتل الأطفال، كان معنى إيش يعني ينفع. لكن يعني تتم تقصف الناس، تقتلوهم في عدن وتعز، وتأتوا بالأطفال وتقاتلوا فيهم، ثم تقولوا أن التحالف هو من يقوم بقتل الأطفال. نعم، يعني هناك أيضا من تحدث بأنه ربما لو كان تحدث التقرير عن قتل المدنيين ربما كان منطقيا، لأنه استهداف الأطفال يعني غير المنطقي أن تكون غارة قوية تستهدف أطفال بعينهم. وإذا تحدثنا عن استخدام الأطفال بشكل منهج، ربما سيكون هذا في كفة الميليشيا التي تجند الأطفال بشكل علني وأمام، وتستخدم الأطفال في معاركها، وأيضا تزرع الألغام في كل مكان، ربما معظم ضحاياها من الأطفال. سيد نبيل البيضاني، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من السويد عبر سكايب، ويؤسفنا انسحاب الضيف الناشط الحقوقي محمد المسوري الذي يمثل الميليشيا أو الإنقلابيين في جنيف. كنا نتمنى أن يعود لهذا النقاش. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء، تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.